ثم سؤال على المطيشات ديال الحك اللي كدير في الحريرة. صلصة الطماطم ما كاينش فرق بينها وبين طماطم طرية، ما كاينش فرق كبير فيما يخص. علاش؟ لأن المكونات ديال الطماطم ما كيأثرش على التصبير، بحال الليكوبين، مادة اللايكوبين تتبقى في الطماطم، يعني لا مجففة ولا صلصة، يعني هذه عجين طماطم ولا عصير طماطم. كاين في أمريكا كيشربوا عصير طماطم، كيشربوا عصير. هذه يعني الصناعة ما كتأثرش على التركيب الكيماوي للطماطم، الصلصة ولا الطماطم يعني اللي سائخ ما كاينش مشكل. ما نخافوش غير يعني الصناع ما يكونوش زايدين ملون باش تولي حمراء، ما نظنش يزيدوا، لان عاليين الصلصه دابا في المغرب، الصناع ديال الصلصه عاليين كيف ما كان الحال، ما عندهمش الصناعه معقده. الصلصه شنو كيديروا؟ كي ايفابوريو الماء، وديك الصلصه كيديروها في حكا كي ستيريليزيو فقط، ما عندهمش، ما عندناش مشكل. غير هذه الصلصه هذه الا كانوا الصناع، احنا نعطيهم يعني معلومه مجانيه، فهمتي؟ غير يدعوا معنا الصناع ديال الصلصه في المغرب، يبقاو يزيدوا معاه واحد شويه ديال زيت الزيتون فقط، بقاو يزيدوا معاه واحد شويه ديال زيت الزيتون، علاش؟ ما كيخليهاش تقصح بزاف، وما كيخليهاش تاكسد، تولي يعني شويه اللون ديالها شويه متاكسد. وهذه هذه الخلطه ديال الصلصه بزيت الزيتون غادي تكون هائله. علاش؟ لان اللي غادي يخدموا بها العيالات غادي تعطي احسن النكهه احسن. وبالعكس انا كنفضل، يعني انا بعض المرات كنصل نفضل طماطم مسحوقه على شكل بودره. عندنا معمل في الشمال كيصنعها، ولكن كتصدر كلها. ولكن اذا كان هاد الصناع تاهما يفكروا في هاد البودره ديال الطماطم، يعني طماطم مجففه، يعني مسحوق طماطم، ومسحوق طماطم ممكن نعملوا منه غير قدر ضئيل، ولا عندنا مسحوق طماطم ما غاديش نحتاجوا فيه معاه المضافات الغذائيه ولا المحفزات ولا شي حاجه. والحريره ما يكونش العيالات كيدوروا الحريره بالدقيق، نعم، كيخلطوا الدقيق في الماء ويدوروا به الحريره، هذه ماشي حريره، هذه هلك. نعاود نكررها، يعني الحريره اللي فيها الدقيق اللي ما خامراش هلك. دوره بخضرة خاصها تخمر، الحريره خاصها تخمر. كيفاش الناس كيخلطوا الدقيق وكيدوروا به كيرميوه في البرمه؟ هذا هلك، غادي يهلكوا رسوم بهذه القضيه. هذاك الشيء علاش كيتنفخوا، وكنديروا باش تقال، خاصها تخمر العجين. هذه الخميره خاصها ديال الحريره خاصها تخمر، تخمر عاد نخمر. نعم، خاصها تكون خامره، يعني ماشي مشكل حامضه. الا خمروها وخلاوها يومين راه غتحماض، يعني بلا ما يقلبوا على اللي بقاو يسولوا على الخميره الحامضه. غير هذاك الدقيق يخلطوه مع الماء، يعجنوه مزيان ويخلطيه واحد الطويصه، يخليه تما واحد اليوم ولا يومين راه غادي يحماض، يدوروا به الحريره، ومن بعد يزيدوا عليه الدقيق ويخليه يحماض اليوم الثاني اليوم التالي وما الى ذلك. ولكن نزيد ناكد ان النساء اللي كيدوروا الحريره بالدقيق مباشره، كتخلط الدقيق لفارين في الماء وكتزيدها في البرمه على الحريره، كتدور بالدقيق، هذيك هلك. فهاد الخبز بالخميره الحامضه، ونصحنا النساء ما يدوروش الحريره بالدقيق، يعني خاصها تكون خامره الحريره، يعني هما كيجريو هذيك العجينه ديال الدقيق وكيطلقوها في البرمه باش يدوروا الحريره. من الاحسن كان يخمروها بالخميره الحامضه، تكون حامضه، يعني المغاربه كانوا كيعرفوها بالحريره الحامضه، غير دابا ولات حريره هكذا، يعني مع لوغو ديال يعني البطاق ديالها ماشي هو. لا، علاش؟ لان لو كانوا النساء يعملوها بالخميره الحامضه لكانت يعني الاهميه الغذائيه ديالها كتضرب في 3 و4، كتكون ضعفين الاهميه ديالها، يعني بالنسبه لهذا الدقيق اللي كيعملوه النساء وكيدوروا به الحريره، وعاود كيزيدوا الحامض ولا كيزيدوا الخل ولا حاجه باش تحماض الحريره. يعني كانت العجينه ديالها حامضه ما محتاجاش حاجه، حتى الطماطم ما محتاجاهمش، هذه الحريره الحامضه ما تحتاجش طماطم اذا كانت مخمره بالخميره الحامضه. يكون فيها كركم، يكون فيها بعض التوابل، الحمص والعدس، يكون فيها القزبر والمعدنوس والمسائل، وكتكون هائله. يعني هي جيده للنساء هذه الخميره الحامضه، جيده للنساء لان هي اللي الخميره الحامضه كتنقص بعدا من الشحوم، وكتنقص من الكوليسترول، لان حمض الفيتيك من اللي كيتحل. طبعا حنا كنعرفوا هذا العامل ديال البروبيوتيك شنو كيعمل، وعامل البروبيوتيك هو اللي كيراقب الكوليسترول في الجسم. دابا الكوليسترول اللي طالع عند الناس ماشي الكوليسترول من التغذيه لانهم كياكلوا اللحم، الكوليسترول اللي عند الناس طالع هو من خلل فيزيولوجي، هو من بكتيريا اللبنيه، بكتيريا القولون اللي ولات النشاط ديالها اقل. علاش؟ لان فيها جزيئات كتقتلها بحال المبيدات، بحال البيروكسيدات، بحال بعض الجذور الحره اللي كتخلف من الهضم. يعني البكتيريا اللبنيه دابا كان الله في عونها، لان ما عندهاش شي حاجه تنشطها، واللي كينشطوها قلال، لانه حمض الانيليك، يعني هذا السكر الانيلين هو اللي كينشط هذه البكتيريا. مع الاسف يعني حمض الانيلين ما كايناش في الطبيعه كثيره، كاينه في البطاطا الحلوه، بطاطا القصبيه، كاينه في القرعه، وشويه في اللفت، كاينه شويه في الهنديباء، هادو يعني هذه لي زونديف. ولكن يعني كيبقى هاد الخميره البلديه عندها اهميه، لان الدول الاوروبيه رجعت لهذا الخبز الحامض، يعني ساور داو. وفي امريكا معروف هذا الساور داو، معروف واحد الخبز عندهم في امريكا تسميه سان فرانسيسكو بريد،
الساور بريد هذا، الساور ده معروف يعني، هذا هو نعم سميته خبز، خبز سان فرانسيسكو، هذا معروف كاك يسميه هذا. وهذا الخبز سان فرانسيسكو هو الخبز اللي كان في المغرب من قبل، يعني الخبز حامض غير، هما يو شود لايك، تقول لك خصك تبغيه بعد عاد تاكله لانه حامض، يعني ماشي سهل باش تاكله. فهاد هاد المسائل ديال الخبائز باش نفرقوا الناس ما بين الحاجه اللي خامره نتناولوها في الفطور طيب، عندك السحور ما كاينش مشكل. فكره دكتور على كيفاش نصوب هذه الخميره بالدجاج؟ لا عليا هي الدقيق الا تخمر، احنا في اللابوراتوار العينات كنا صوبنا يعني عدلنا يعني من روسنا في المختبر، كنا كنعجنوا الدقيق الكامل، دقيق القمح اللي بغى يخلط بالشعير جيد كنخمروه ونخليوه تيحماض، كنخمروه ونخليوه تيحماض باش نعرفوا حماض، لان هذا هادو الحموضه ديال الخمائر مثلا الخميره كتعطي الايثانول لابد من الكحول، الكحول في التخمر ديال الخمائر لابد، ما كاينش خمائر ما كيعطوش كحول، فهاد الكحول كيتحول للحمض الاسيتيك، الخل هذا كيتحول للحمض الاسيتيك، والحمض الاسيتيك كيجلب ليه ذبابه الدروزوفيلا، لما ملي كيشوفوا هذيك الناموس، واحد الناموسه صغيره هي ذبابه الدروزوفيلا هذه، ملي كيشوفوا هذاك الناموس مجموع على ذيك الخميره هذا دليل على انها احماضت، على انها خميره ولات خميره بلديه، لان وصلت لذاك المرحله ديال الحمض الاسيتيك. فهنا كتولي تخمر صافي، ملي كيتجمع على الناموس هي جيده يخمروا بها ويخليو جميع الناموس لا الدروزوفيلا ما كيديروها، الناموس ما كيديروها، الدروزوفيلا كتكون في الخل، كتكون في الفواكه، هي تسمى اسميتها ذبابات الفواكه، هي هذه الدروزوفيلا هي ذبابات الفواكه في المكان الفواكه عليا، هي اللي كنشوفوها مثلا في الخوخ اللي كنشوفها مجموعه، ملي شي فاكهه كتخمج كتكون مجموعه عليها، هذه كتعطي هذه هو 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 مؤشر، هذه الدروزوفيلا بالنسبه لنا احنا مؤشر على ان كاين تحمض، يعني كاين هذه فيرمونتاسيون اسيد، ف يعني هذه العيالات يعجنوا العجينه ويخليوها تتحماض فقط، يديروها في شي اناء يسدوا عليها كاع ماشي مشكل، ويخليوها تتحماض ويخمروا بها ويخليوا طرف يخمروا به في اليوم الغد، غير الخميره البلديه من الاحسن يعجنوا في الليل العيالات، يعجنوا في الليل باش مع الصباح تاخذ الليل كله، لان كتاخذ وقت هي كتاخذ 8 ساعات، تاخذ الليل كله باش تحماض، وفي الصباح يخبزوا ولا يقدروا يحيدوا شويه من ذاك العجينه جديده عاوتاني يعجنوا، يحيدوا شويه يخليوا منها الغد، وتبقى دائما عمليه مستمره في كل عجينه. كانت نفس الطريقه اللي كانت في جميع الدول، ماشي في المغرب، كانت حتى في اسبانيا، كانت في امريكا، كانت في اوروبا، هذه هما اللي تسميوها يعني هذه السبونج، هذه تسميوها كلها واش تسميوها، كيسميوها الفيرمنت ولا يسميوها السبونج ستارتر، تسموها ساور داو ستارتر ولا حاجه، هذه كانت معروفه، الخميره الحامضه كانت معروفه ومعروفه في الناس هذه يعني. طيب نرجعوا حنا للخبز ديال الفران العادي، دابا ولينا كنشوفوا كيطيب حتى في الدار، هو اللي كنفطر به انايا في الدار مثلا، كاين اللي كيستعمل الفران هذاك الكبير العادي اللي فيه العافيه، وكاين اللي كيستعمل ديال الضو. نعم انت شنو كتنصح؟ ديال الضو احسن، او الفران ديال الزنقه؟ ديال الزنقه يكون احسن، يعني ديال الحطب ولا ديال الضو يكون احسن، لكن الغاز مع الاسف، لان هذا الفرن ديال الغاز كيكون فيه لهيب، كيكون احتراق لهيب تماما. نعم ما خصش يكون لهيب يعني مع الاكل، لان يعني اللهيب كيعطي هذوك منتوجات البيروليز، وهذه المنتوجات ديال البيروليز كيمصهم الاكل، يعني يكون خبز ولا يكون سمك ولا يكون اي حاجه موضوعه في الفرن كيمتص هذوك المنتوجات البيروليز. و يعني انا كنت نعتقد ديما على ان ربما الفران ديال الضو اللي ماشي صحي، والعكس. لا الفران ديال الضو صحي، لان الفران بالعكس الفران ديال الضو فيه غير صهد، فيه غير سخونيه. وحتى فرن الحطب كانوا النساء حتى ما يبقاش الدخان، حتى ينتهي الدخان ويبقى غير الجمر، عاد كيرميو الخبز في هذا الفرن، ما كانش هذا. فيعني خير ان شاء الله، فباقي الحمد لله باقي المغاربه كيخبزوا في الفرن الحطب، وباقي المغاربه عندهم خميره بلديه، وباقي الناس بعدا كيدلكوا العجينه على الاقل، لان هاد النساء دابا اللي كيفتخروا بهاد الاله ديال العجينه، هاد الاله ما كتعجنش، هي كتضرب دقيق، ما كتعجنش، هي غير كتضرب دقيق، هي سي تامباتور، وهذيك الدقيق ملي كيتضرب هي عندها واحد لوبرا، واحد هذاك كدور باش كتخلط العجينه، هو خلاط، وهذه العجينه خاصها تدلك، علاش؟ لان ملي كندلكوا العجينه هذوك الحبيبات ديال النشا ستارش ديال الاميدون، هاد الحبيبات ملي المراه كتدلك هادو ايكرازمون، يعني كترتقوا هاد الحبيبات وكيشربوا الماء بشويه، كتبقى المراه تزيد كدلك وتزيد الماء، تدلك وتزيد الماء، معناها كتبقى تشرب هذاك الدقيق، كتشرب الماء بشويه. مع الاخر ملي كتطلق العجينه كيلاحظوا النساء كيلاحظوا كترخى العجينه، كترخى تطلق تما انها تساتوري، يعني انها الحبيبات ديال الاميدون شربوا الماء مزيان. ملي كتسطيح بالعربيه، اللغه العربيه كنقولوا التسطيح او التكراس، كنقرصوها يعني هذه، فهاد العمليه هذه يعني المراه كتعرف راسها واش العجينه مدلوكه ولا لا، الا كانت ريزيستونت، الا كانت كتقاوم التكراس راه باقا ما مدلوكاش، الا قرصتها بسهوله هذيك كانت مرخيه وعطات واحد كانت مطلوقه مزيان
داكشي كتقدر يعني كتسطح بسهوله يعني في هذه، وكتخمر مزيان قد ما دلكت مزيان كتخمر مزيان، وكتعطي خبز رطب جيد.